أسس البي حمودة باشا المرادي جامع حمودة باشا سنة 1066 هجري، ويعد ثاني الجوامع التي بناها العثمانيون في تونس على مذهب الإمام الحنفي. الجامع يعتبر من أهم جوامع مدينة تونس لما تميز به من متانة في البناء وثراء في الزخرفة وتناسق في عناصره المعمارية، ويعد موقعه من أهم مواقع جوامع الخطبة الحنفية، حيث يتوسط المدينة بأكملها، وهو ما يجعله مركز التقاء وتفرع عدة أنهج. حرص العثمانيون على بنائه بالقرب من جامع الزيتونة، إذ لا يفصل بينهما إلا بضع أمتار، لتدعيم مذهبهم الحنفي بين العامة في بلاد ما زال سكانها متمسكين بالمذهب المالكي. ما يلفت الانتباه الصومعة المثمنة الشكل، إذ كانت أغلب الصومعات سابقاً ذات نمط موحد مربعة الشكل. واختلف المؤرخون في مصدر هذا النمط، فرأى أغلبهم أنه من تأثير تركي، ومنهم من نعتها بالنمط الحنفي، في حين يرى البعض الآخر أنها من تأثير أندلسي. يتم الدخول إلى الجامع عن طريق أربعة أبواب، تفتح هذه الأبواب على صحون ثلاثة، يحوي الصحن الشرقي منها محراب خارجيا يستعمل خلال فصل الصيف. بني الجامع على النمط التركي متأثرا في تصميمه بالمساجد العثمانية، حيث تتكون الأروقة من بائكات تستند على أعمدة مرمرية تطل مباشرة على بيت الصلاة، والذي يحتل ثلثي مساحة الجامع ويشتمل على سبعة أبواب مؤطرة بالرخام المزخرف. يتصدر في بيت الصلاة منبر مبني ومزين باللوحات الرخامية ومكسو بالمرمر، وعلى يمينه محراب مزخرف، كما يحتل وسط بيت الصلاة كرسي الختمة المصنوع من الخشب وهو مخصص لقراءة القرآن. كباقي الجوامع التي بناها العثمانيون، يحتوي الجامع على تربة تعرف بالتربة المرادية، تضم قبور البايات المراديين وأبنائهم، ودفن فيها البي حمودة باشا. لا يزال جامع حمودة باشا صرحاً قائماً وشاهداً على إرث العثمانيين والبايات المراديين.